ضدك حفلة مولود كليجا كل واحد فيرش أنت ولا بدن إذا كان في عامد وده علبة وده فيري إن بدن أو كم ده وقعد حيره قرك وده وحيرين لا إيش كمان خلاف سنة قرك وده ديستا سنة دي نبي هني تعالي سلا تو سلا مسجد الوالدين أو كويا له دقمة غرزبالي قبل كابنادر أيام لغو قبتي كل ديمة لغها اللي يحكم كحوس كبش مولود لازم يه مناسبة ها لغو دبل دقيه دلشة النبي جينا محمد عليه السلام kulan diimeedkan ayaa waxa ka soo qayb galay culimada diin waaweyn arday macallimiin iyo qaybaha bulshada culimadii ka soo qayb gashay ayaa kulan diimeedkan waxa ay ka jeediyeen muhaadarooyin ku saabsan xukunka xuska bisha mawlida culimada diinkii ka hadlay muhaadarada ayaa sheegay in aysan banaaneen qaabka xuska dhalashada nabigeena maxamed calayhi salaam isla markaana aysan jirin nusoos ah ay ku soo arortay arintaasi culimadii ka hadashay kulan diimeedkan oo kala aha شيخ حسن علسو شيخ أحمد يري شيخ أحمد حرسي أفرح شيخ عبد الرحمن ديري شيخ بشير محمد محمود شيخ يوسف علي جامع شيخ محمد معلن أبشر شيخ بشير أحمد بري إيا شيخ عبد الله حسين قعم ديري أيا كودير هذيك هادالك إن أيسان بنانين هببك الصباح يذا قورع لوسم يحسك بشا موليد إن سند قور لوسم يحسك إن سند قور الله سمايو قرمي بلادته ما جرته وقتك سحابة ما جرته إن إيسان جنوى الله واسقوافق سين وقتك تابعينتنا إن إيسان جنوى الله واسقوافق سين وقتك تابع تابعين لإن إيسان جنوى الله واسقوافق سين قرنك أفراد ee hijriga ayaa waxa bilaabay dawladda faatimiyya dawladda ka dhisnayd masar ibn kathir kitabkiisa al bidaaya wal nihaaya marku mas'alada suu hadlay wuxuu leeyahay barnaamijkaasi bilaabeen mudahatan lin nasara mudahat wa tashbih u ekaansho lo ekaado نصارد وسيدي يراهدان وحان حسين نادى لشدي نبي عيسى المركو حالياب له قف إنو انتو سو استاغ مثلا ويراهده نبي أصحابتي سي التابعينتي ما الصمين إن وحاس الدليل ماها وحان كارب الدليل لهايو احتفالك مولدك مبنانا أو خاصة قفك لهايو الدلدونا كتابك السنة إيو إجماع إيو قياسك ويو كليه أتركي قصوص سنة النبي كم دماء وعان إن كانوا علماء إليه اقتداء بتركه نتبع السنة فعلا وتركا تركي صحابة مد أي سو أي تلمام يان ميان أيهين قلف في علم باللابن ضد كيوجه الرجال لجو أركيد ضد في علم أهين واحد باللابن قلا مركتها لسيو حوك قبصتي أفريقيا دوقي مغرب إيه تونس إيه نورالكا مركز تلينيسي كدمنا مملكة دودي أود دودي بلارية يو مصر إيه ملكة لبجارسية أيق واحد يسوع يقانن إن ليرادة فاطمي الفاطميون أو واحد كو أبتر سنة ينقيس كي النبي عليه الصلاة والسلام يو كبد الرسول كأنه كفر عمله أولاد حسن وحسين يهين هل كهذا يكون أبتر سنة ينأسقه أيوة وحنا الذي هجر نمنك العبيديون ونك أيق باللابي علماء إسلامك وقت جاء جوجي يكوي كدم بيه وكل جود أيسكر راعين نصب كاسينو يهين نصب بينه مركا ديكتو سنة دي النبي صلى الله عليه وسلم وامد بالمرسن خلاف سن شرعه وامد كامل هو دميستران عدو كدونا ايو دميستر عدو كدونا ايو إن لكبكبو أما وحلقو الدرو أما وحلقو الزيادة ملاحا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إمام مالك إمام دار الهجرة
وتولها من ابتدع في الدين دينك قفك بدعه صدره اسلي الله إليه وأولاك سنتهي فقد زعم أن محمدا خان الرسالة وقفك أن دعودي نبي صلى الله عليه وسلم رسالتي إنه خياني الأمري لفري إنه نسوق جارسيو نبينا عليه الصلاة والسلام وحاكسونا هذا حديث ليه ويل للمسرين الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون dadka ku madaxadeega oo ku sii socda khald ay sameeyeen ayagoo inuu khald yahay kuwaas balaaya haysta dhibaato haysta qofka sheegay inuu xaq yahay markuu ogaado soo laabta qofkaas waa aadami haddii uu khald ku dhaco uu ogaado inuu khald yahay inuu ku madaxadeego oo yiraahdo ka laaban maayo arintaas waa tilmaan ka mid ah tilmaamaha iblis ee shirki meesha ugu dambeysa in nabi maxamed lagu amaano iyadoo magacii nabiga lagu hirgelinayo shirkigeena loo taagan yahay waxay tahay jinaayo diinka islaamka laga galay nabigii lagu khilaafay sallallahu alayhi wasallam diintiisa lagu majaxaabinayo foolxumo aan muslimiinta qabanwo laakiin jirta ilaahay ka sabata bixiyo bidco markii shirki laga soo tago dunuubta ugu waaweyn ee ilaahay looga fogaado ayay meel sare uga jirtaa bidcada marka mawlid ku jirtaana xadiis walaa xaraju si ilaa jiray waa wax aan tirabeela tirabeel ahow marka hadaba mawlidku xaqiiqadiisa marka loo soo laabto waa usluub min asaaliib al-irtizaq waa dariiq lagu qaraabto waa rag un xariifiinoo ay u gambiday dariiq lagu qaraabo laha loon ay muxuu ahaa ay soo heleen oo ummada uga dhex qaraabanay waaye waxaan la yiraahdaa social media dad badan buu fashilay dad badan oo markii hore wuxooda qarsan jiray oo mawlacyada kaliya ku sameysan jiray ayaa markii la soo duubay oo baraha bulshada la keenay ayaa waxaa cadaatay wixii aan sheegayna inay run tahay baa cadaatay awal sheekada haddaa adigu sheegtay oo tiray saas baa nin yidhi saas baa nin yidhi adaa lagu tuhmaysanayo waxa la odhanayo war been baad sheegaysaa waxaas wax suurtoobi iyo caqligal ma aha kulligood wixii la sheegayo dhan baraha bulshada la soo dhigay iyadoo maqal iyo muuqaal ayaa la soo dhigay kuwa qaalma rogonaya oo oranaya qaalma rogodkaasa nabiga ku ammaanayna calayhi salaatu wasalaam kuwa la leeyahay waa la iskaga cudur daarayaada waa jidboodeen oo sidii wax waalan dhacdhacahaya haba dhinac u boodahaya kuwa la celcelinahayo xarka goostay oo waxa weeyaan maxabadii baa ka tanbadisa la leeyahay haayado qur-aan haddii lagu dul akhriyana mid qalbigiisu dhaqdhaqaaqayaa laga yaabo inay ku yartaa ciyaadan billaah waa wax shaydaan u qurxiyey weeyaan mawliidkan markii dhoo celiya labadaba waxaa ka soo baxday in uusan ka mid ahayn maxaa yeelay si hadda culimmadu noo caddeeyeen nebigii ma sameyn calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii ma sameyn dadkii wanaagsanaa ma aysan samayn quruunul mufadala ma aysan samayn idan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga ka mid maahan wax marka sunnadii kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebigaba aan ka mid ahayn maxaa waqtiga isaga lumine oo aadu leedahay cawada dhan ku soo jeedaaho ilaahay adugu dhowaana maxaa u leedahay hadduu khayr yahay nebigaa nooga hormari lahay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisaa nooga hormari lahaa dadka muslimiinta ama gabagabadi waxaan ugu baaqaynaa diinta ilaahay midda daliilka saxiixa leh oo sariixa leh ayaadnaama la wada imaan karin ee adigoo diinta ilaahay qayb badan oo ka mid aba ka gaabiyay inaad la timaadaan ha ku ordinina bidcaha ku ordinina dadka xafladda mawlidka dhiga kulligood u fiirsha intooda badan iska dhaaf caamadooda cilmadooda u fiiri in badan oo ka mid waa garxiiro garkooda waa xirayn la yskumana khilaafsana garkoo la deystaa sunnadii nabiga inay tahay calayhi salaatu wasalaam sunnadii nabiga iyagoo in badan oo ka midaba meel uga soo tegey oo muuqaalkooda xataa sunnadii nabiga uusan waafaqsanayn calayhi salaatu wasalaam ayay haddana waxay u hanqal taagayaan bidicii u hanqal taagayaan marka khayrkiiyo wanaagiyaad baa kala gaari laadahay maxaad bidcada ka doonaysaa زكريا أحمد موسى تي في كشبه الله مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة